يا مساء الانوار، يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه، ويبلغكم كده العيد ان شاء الله في احسن حال، والدعاء المستجاب في ليله القدر ان شاء الله. فيديو جديد هنتكلم فيه عن مباراه ليفربول وفياريال اللي انتهت من شويه وبفوز ليفربول. هنتكلم عن الشوط الاولاني، ازاي كان اداء ليفربول الشوط الاول، وهل فياريال وصل النتيجه اللي هو عايزه، والسيناريو اللي كان فياريال متصوره انه يطلع الشوط الاول 0-0. فهنتكلم عن الشوط الاول ونحلله، والشوط الثاني والمباراه كمجمل ان شاء الله. بس نروح للانترو ونرجع لكم تاني. بس قبل ما نروح، انزل تحت اشترك في القناه واللايك والشير والكومنت، واضغط على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نروح للانترو ان شاء الله. بعد ما رجعنا لكم الانترو، طبعا الشوط الاول ما فيش احسن من كده نتيجه للفياريال. فياريال خد اللي هو عايزه من الشوط الاول، استحواذ غير مجدي، طريقه لعب ليفربول غير مجديه، بتدي نقاط وتدي صلاحيه لفياريال ان هو النتيجه يسخرها له. يعني اللعب مش ايجابي بالنسبه لليفربول. ايه معنى انك انت تنقل وتستحوذ وضغطهم في نص ملعبهم، وهم اساسا بيدافعوا دفاع منطقه ومتكتلين على ال 18 بكميه كبيره، ال 11 لاعب ورا يا جماعه، ال 11 لعيب حارس المرمى وال 10 لعيبه كلهم في ال 18، فهم عايزين كده. ومع ذلك ما شفناش اي تنوع، ما شفناش خلق مساحات لصلاح يرجع للاخر ويطلع ارنولد، دياز ينزل ملعب ويطلع روبنسون، ما شفناش كرات عرضيه، وده الاهم، ان كان لازم يكون في كرات عرضيه من الجناب وتستغل الكرات العاليه، لان دي احد الحلول للتكتلات الدفاعيه او التصويب من الخارج او الوان تو هات السريعه اللي بتتم ما بين اللعيبه والمهارات، او دي بقى مهارات فرديه ما بين اللعيبه وبعضها. ده كله انت ما عملتوش، ده كله ما حصلش الشوط الاول. والشوط الاول اداء انا شايفه افضل لفياريال. فياريال عمل اللي عايزه، لكن مشكله فياريال انه كان بيدور لعب الغلس، لعب انه يدافع ومفيش حتى المفروض يكون في سيناريو للمرتدات او في حاجه بتزيد بثلاث اربع لعيبه انك تحاول تعمل خطوره على مرمى ليفربول، ما شفناهاش. كان ماتش ملاكمه، ليفربول واضع فياريال ونازل فيه تك 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 تك، وهو الثاني عامل وشه كده، بس ده اللي بيحصل. ده كان الشوط الاولاني بالظبط، ما كانش فيه تنوع، والمفروض كان فيه خلق مساحات علشان انك تطلع ايه مستفيد وتطلع فايز الشوط الاول. طبعا الشوط الثاني لما بدا، اللي فات فيه ليفربول توقيت الهدف، توقيت الهدف دي بدري تمام، الكره العرضيه ولما خبطت في وغيرت اتجاهها والشوط هدف، وبعد كده ال 1 2 في المساحه الضيقه ما بين صلاح ومانيه. ومانيه طبعا انا شايفه من احسن لعيبه العالم حاليا، وفي طفره في مستواه، المفروض يرشح بعد مساهمته لان فرقته توصل كاس العالم وفوزها ببطوله امم افريقيا، ويعني ومع ليفربول ان شاء الله بطوله اوروبا، يعني ارقام كتير عملها مانيه، فهو شايف في طفره حاليا في اداء مانيه. فشفنا بقى المفروض كان يبقى في تنوع، ازاي في يبقى في كرات عرضيه، وده اللي بدانا نشوفه. بدانا نشوف ان بدا صلاح يضم لداخل، بدا يبقى في كثافه عرضيه في هجوم ليفربول، بدانا نشوف صلاح وماني ودياز وروبنسون تالا وارنولد، بدانا نشوف تكتلات، بدانا نشوف تصويبات. احنا الشوط الاول ما شفناش الا تصويبه واحده من الكانترا بس. اداء ليفربول المفروض كان يبقى اشرس من كده برضه، وبعد الهدف الثاني يضغط كمان ويحاول ينوع، لكن للاسف الشديد كان ليفربول اكتفى بالهدفين ومش عايز اكتر من كده. لا بالعكس، كان لازم يزيد ويضغط. والمشكله الكبيره في ريال اللي انا كنت متخيله انه كمان يحاول يروح يعني يعدل النتيجه، او يحاول يجيب جول، او يحاول يستغل اندفاعات ليفربول ويلعب على المرتده والمرتده، ما شفناش اي حاجه من فياريال تقول ان فياريال عايز يكسب، او فياريال عايز يجيب هدف في ليفربول. فدي المباراه كانت سهله جدا، انا ما تخيلتش ان الفرقه اللي فازت على بايرن ميونخ العملاق الاوروبي وعلى يوفنتوس وده ادائها، ما توقعتش كده. اي نعم بتلعب فرقه كبيره بحجم ليفربول، لكن انت طلعت عملاقين، طلعت فرقتين من الفرق المرشحه، فرقه كبيره وفرقه لها تاريخ وفيها سمعتها في اوروبا، فانت لما تطلع الفرقه دي مش المفروض هو ده يبقى ادائك، مش المفروض هو ده يبقى ادائك، المفروض يبقى انت عندك سيناريوهات وشخصيه. نص الملعب استحواذ، طبعا شايفين الكانترا وفابينيو، وشايفين استحواذ ارنولد هندرسون، كل فرقه ليفربول بتستلم، كل فرقه ليفربول في نص ملعب، حتى خط دار كوناتي
وفان دايك كلهم بنشوفهم على خط على منتصف الملعب ضاغطين ضاغطين فياريال. ما حتى ما شفناش فياريال بيحاول يروح ويستغل تقدم دفاعات ليفربول ويعمل مرتدات. كان فيه استسلام كبير جدا من فياريال. المباراه سهله جدا على ليفربول، بس انا قلت ان لازم كلوب ينوع. لازم شفنا بالامس يا جماعه ماتش مانشستر سيتي وريال مدريد وقد ايه الفكر وكره يد، كانك بتشوف كره يد المان سيتي بيلعبها ازاي. في ثلاثه دايره، مفيش راس حربه صريح، مفيش حاجه اسمها الكره العقيمه بتاعت زمان بقى ان لازم يبقى راس حربه، مفيش، بيلعب بدون راس حربه. الثلاثه اللي قدام امتى بيرجعوا وبيسحبوا المدافعين معاهم، وامتى نص الملعب، كانك بتلعب بالسته دول، السته دول نص ملعب ومهاجمين في نفس الوقت. فهو ده اللي كان بيحصل امس. شفنا رياض محرز لما راح وضيع، شفنا لعيبه كتير عملت يعني ماتش من اهم الماتشات اللي شفتها، ماتش ممتع. فكان في فكر المفروض ده كمان يكون موجود في ليفربول، ازاي ماني ينزل، ازاي صلاح ينزل لتحت، ازاي يفضي مساحه لاندرسون، ازاي يفضي مساحه لارنولد، يفضي مساحه لروبنسون في الشمال، ازاي دياز يضم بالداخل، امتى دياز يبقى راس حربه مع ماني في النص، امتى صلاح يبقى ثلاثه في ال 18 واندرسون يزيد وروبنسون في الباقي، امتى يبقى فيه فابينيو على ال 18 وامتى التصويبات. ده اللي كنا محتاجين نشوفه في ليفربول. فلازم يكون في تنوع في انهاء الهجمه، مش شكل واحد انك ايه الفكره بتاعتك، المساحات الخاليه اللي بتخلقها لصلاح والماني، لكن انت لازم يكون عندك تنوع. انت قابلت فرقه غلسه، فرقه عنيده، فرقه بتدافع تكتل دفاعي، فلازم يكون عندك يا كلوب او يا ليفربول، انت فرقه كبيره، فرقه كبيره جدا، لازم يكون عندك حلول. الحل مع التكتلات الدفاعيه، امتى نفتح، امتى نخلي نفرض اسلوبنا ونخلي الفرقه اللي قدامنا تفتح الملعب ونحاول ان احنا نخلص المباراه ونخلق مساحات ونخلق فرص لينا. المهم المباراه انا شايف ان ليفربول خلاص في النهائي، واعتقد ان فياريال مش هيعمل في اسبانيا، وبالعكس انا متوقع ان ليفربول كمان يفوز على فياريال هناك في اسبانيا. المهم اذا الفيديو عجبك ما تبخلش عليا بالاشتراك وشير الفيديو واللايك والشير والكومنت والضغط على زر الجرس وتعليقاتهم، ونشوفكم على خير، وان شاء الله يا ربنا يبارك لكم العيد بالصحه والسلامه. والسلام عليكم.